كما العادة، تحية مجددة لكل المتتبعات والمتتبعين ديال هذه القناة هذه. مونيك الحال، اليوم حلقة أخرى في السلسلة التاريخية لماذا كان استقلال المغرب استقلالا شكليا. هذه الحلقة اليوم غادي نتكلموا شي شوية فيها على المقاومة في الأطلس، ما كان يعرف بالاتحاد الكونفدرالي اللي تسميه الاتحاد الكونفدرالي البربري، الاتحاد الكونفدرالي الأمازيغي، واللي سجل بطولات هامة في إطار المقاومة إلى جانب المقاومة البطلة التاريخية المشهود لها واللي المقاومة الريفية، وكذلك المقاومة في باقي مناطق المغرب، ما تنفيو حتى شي حد المقاومة. إذا الحلقة اللي فاتت رحنا تكلمنا على التطور الأحداث وبداية الوضوح أن الحماية هي حقيقية لكنها ماشي حماية الوطن المغربي، وإنما حماية دار المخزن الجديدة اللي تم تعيينها من طرف ما يسمى بالمقيم الفرنسي المستعمر الفرنسي اليوطي، واللي الخطة كانت هي التخلص من عبد الحفيظ، لأنه كان عنده العداء كثير مع القبائل، وكانت الخيانات ديالو اصبح الريحه ديالها عطات، يعني الخيانه ديالو ما بقى فيها ما يتستر عليها. كل القبائل تقريبا بشبه بدون استثناء ما كانتش باغا تشتغل مع عبد الحفيظ، ولا الاستعمار الفرنسي كان مصلحته لانه يدير دار مخزن اللي قادر يشري من خلالها الضمائر، ويشري من خلالها الاعوان اللي غيخدموا معاه واللي غيحافظوا ليه على الموقع ديالو، واللي كان الهدف بطبيعه الحال، الهدف من هذيك الحمله الاستعماريه كلها كان هو التقويه ديال فرنسا، ازاء القوه اللي كانت اصبحت واضحه عند المانيا البسماركيه. المانيا فكانوا تيقلبوا على الموارد والمستعمرات باش شيء يصدروا لها الازمات ديالهم، وتجيبوا منها الموارد، وتجيبوا منها حتى القدره البشريه باش تحارب، لان ما نساوش بان فرنسا خاضت الحروب ديالها في ذاك الوقت هذاك، وفي الاندوشين وفي هذا، خاضت الحروب ديالها بالافارقه، سواء شمال افريقيا ولا افريقيا جنوب الصحراء. اذا نكملوا في هذاك المسار هذاك ونشوفوا فين استمرينا. اذا فرنسا كما قلنا الاستعمار الفرنسي، دار المخزن خصنا نفهموا بانه من بعد 1912 دار المخزن سيطرات على المغرب بطريقه ما كانتش معمره سيطرات عليه من قبل بمساعده الاستعمار الفرنسي اللي جا تحت القناع واليافطه ديال الحمايه، لانه خاصه المرحله من 1881 الى 1910 هي مرحله كانت الانتفاضات ما تتوقفش في المغرب، باش ما كيجيبوا لك لا وحد اللي ديما تنقول لا وحدت الملكيه والملوك العلويين وحدوا الشعب المغربي وحدوا، ما عمر شي ملك علوي تهنى وتمت ليه المبايعه حتى بالثمن ولا العشور ديال القبائل ديال المغرب بدون على انه يشريها بالفلوس، ما عمرها كانت مبايعه ديال الثقه. يعني عبد الحفيظ كما تكلمت عليه من قبل اللي جا بغى يدخلهم بديك الفكره ديال انه ما يبقاش هو لا سلطان لا ولا يولي الامام والخليفه وداك الشيء، وجاب السلفيه اللي كانوا مش قراو في المدرسه فقراو في الازهار، وهذا جاب شي ناس من السلفيين واللي تكلمت عليهم واللي جاوا باش يعاونوه ويجعلوا منه ديك الصوره الاسلاميه زعما الخليفه المسلم الامام الاكبر المسلم الى اخره، ما نفعتوش، لانه لما تقوى هو اول ما دار هو انه غدر بالناس اللي كانوا حطوا فيه واحد الامال وعلى راسهم الكتاني. اذا دار المخزن تنفعت من التواجد ديال الاستعمار الفرنسي دون شك، بل انها تقوات واستفدت منها على المستوى المادي وعلى المستوى كذلك السلطوي. فرنسا حاولت تطبق وتنسخ النسخة ديال بريطانيا اللي دارت بريطانيا في الهند، وهو أنها خلقات عائلات أرستقراطية وحماتهم بالسلاح وزوداتهم بالفلوس، وهذا على أساس أنهم هما غيفرضوا القوة التواجد الفرنسي من خلال هما نسج العلاقات ونسج التحالفات مع الناس اللي كما قلت من سابق اللي مستعدين أنهم يبيعوا الدمام ديالهم. واهم هاد الناس هادو هما معروف في العهد ديال اللي سماوه المؤرخين الفرنسيين اللي كايد ولا القياد،
ماشي بالمفهوم ديال القايد هذا اللي كان الكراد ديال وزير الداخليه، وانما القياد اللي كانوا هما تيكونوا تيسيروا واحد القبيله كبيره، تيكون هو اللي متاصها هو القائد ولا الزعيم ديال ذاك القبيله ولا مجموعه التحالفات مجموعه القبائل. على سبيل المثال كما تكلمنا من قبل على من بينهم القلاوي ومن بينهم القندافي ومن بينهم الهيبه اللي كان سيطر على مراكش، واللي فرنسا رغم على انه الهيبه خسر المعركه ديالو في حمايه مراكش والحفاظ على مراكش ومشى لتارودانت سلت لتارودانت الى اخره هو وما تبقى معه من جيش، واخا هكاك فرنسا معمرها ارتاحت لانه طالما موجود تما ممكن على انه يعاود ينسج علاقات اخرى وتحالفات اخرى ويهجم عليهم عاوتاني، وخاصه على انها الهيبه قدر ينسج تحالفات من بين قبائل امازيغيه وقبائل من الجنوب الى اخره وكون واحد التحالف. اذا عنده ديك الكاريزما وعنده ديك الـ ديك الـ ديك الـ عنده لي زانغريديون كما تنقولوا، عنده دوك المكونات باش يولي يديرها مره اخرى. اذا شنو خصهم يتخلصوا منه في مره؟ شنو داروا هو انه لما مشى هو من هذا عينوا القلاوي، التهامي القلاوي عينوه هو الباشا على مدينه مراكش، واللي عجلس فيها تقريبا لمده ديال 40 عام. اذا هاد التعيين ديالو ما لقاش ما كانش مستحب حتى بالنسبه لهاد الناس الاغنياء والتجار وهذا ديال مراكش، وكذلك الاباقي القبائل المجاوره لمراكش حتى واحد ما عجباتو التعيين ديال القلاوي. لكن القلاوي تعين من فرنسا وتسند لان القلاوي طوع هو والقندافي بجيوش ديالهم ضافوهم للجيش ديال المخزن ومشاو حتى لتارودانت وطردوا الهيبه حتى من تارودانت وفرضوا عليه انه يهود للصحراء. وهذا الشيء هذا هاد جوج هاد الناس خداو عليه ما كان ما يسمى واللي معروف في التاريخ ديال الاستعمار الفرنسي تيتسمى لا ليجيون دونور، بحال الوسام ديال الشرف تتعطيه للخوانه اللي كانوا تيعاونوها. ولكن هاد الشيء هذا دار في 1913، ولكن هذيك لا ليجيون دونور ما كانتش تعطى غير هذاك الوسام وصافي، كانت تعطى هاد القياد هادو اللي كانوا تيعاونوا فرنسا وهاد الناس اللي كانوا تيخدموا بحال المصالح كبيره لفرنسا بحال اللي دار القندافي والتهامي القلاوي، كانت تعطى لهم هاد الصلاحيات، تعطيهم جزء من منطقه من مناطق المغرب وخاصه تعطيهم المناطق اللي رافضه الاستعمار الفرنسي والتحالف المخزني الفرنسي، وتعطيهم السلاح وتعطيهم الفلوس باش يقدروا يسيطروا على هذيك القبائل ومنها تيكونوا ثروه ومنها تيوسعوا السلطات ديالهم وتتوسع الرقعه ديال التجاره وديال المكسب ديالهم. اذا ما كانتش غير ميداليه اللي تعطوها. الهيبه هذا قبل ما يديروا مع هذه المساله حاولوا معاه انهم يشريوه، لان الاستعمار الفرنسي كان تيدير اول محاوله ملي تيبان شي واحد زعيم هكا كانت باقي المخزن كان تعلمها منه في الوقت محمد الخامس والحسن الثاني، كانوا تيحاولوا ذوك المحاولات قبل ما تيديروا رده فعل القمعيه. حاولت تشري الهيبه وقالت له بانه الى غير تنازل على داك الشيء وشتت هذيك المقاومه وبيع بشي وحدين اللي كانوا تحالفوا معاه وخاصه قبائل الاطلس، لان الاطلس كان معقد فرنسا، وانا غنتكلم علاش كان الاطلس معقد فرنسا كما كان معقد المخزن دار المخزن بنفسها كما الريف هو والريف. يعني نتكلم اليوم الحلقات شويه تكون غنتكلم فيها على 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 الاطلس اكثر الريف، الحلقة الجاية ولا الحلقة من وراها راه تخصص تقريبا جوج حلقات غير للريف والمقاومة للريف ومعركة أنوار وإلى آخره والبطولة الريفية تحت القيادة ديال الرائع والعظيم الذي لم ينجب التاريخ بعده واحد اللي هو محمد بن عبد الكريم الخطابي. إذا عرضوا عليه على أنه يعطيوه الحكم من الحد مع الأطلس جنوب الأطلس الى حدود موريتانيا انها كلها تولي ديالو وهو يسيطر على الصحراء ويسيطر معها القبائل الصحراويه، لكن الهيبه ما رفض وما قبلش هذاك وفعلا سيطر على مراكش الى اخره. وهذا الشيء راه قلته في حلقه سابقه على المرحله ديال الهيبه. في فيفري 1913 اللي هو فبراير 1913 وصلت الجيوش الفرنسيه اللي كانت جايه من السنغال واللي كان حنا تنعرفوها جابت معها الجيش ديال الجيش السنغال اللي هو الجيش من 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 الشعب السنغالي من المستعمرين السنغاليين واللي جابوه قمعوا به في الجزائر وقمعوا به في المغرب وقمعوا به حتى في تونس الى اخره، استعملوه كما تستعمل القوم عندنا حنا في المغرب.
وصلوا الى منطقه السماره و وحاولوا يسيطروا على ديك المنطقه، لانه كنعرفوا كما قلنا ان منطقه السماره وداك الشيء في الوقت ديال ماء العينين، وهذا كان بو احمد هو اللي ساعد ماء العينين وشراه كما كنت قلتها في حلقات سابقه، وشراه باش يجي ويدير المدرسه ديالو، وعطاه يدير المدرسه ديالو في مراكش الى اخره، ولكن ساعدوه لانه يطور السماره ويعمرها ومساعدات ماليه من طرفهم كشراء الذمه ديالو. اذا بقات المنطقه اللي تبقات بالنسبه لفرنسا، بقات المنطقه ديال الاطلس، منطقة الأطلس المتوسط بالضبط. ما كانوش فيها ما كانش عندها هذا المفهوم القياد، لأن شوية زعما ما نقولهاش هكا زعما، هذا ماشي مع الإنسان خصو يقرا التاريخ ديالو يعرف هذا الشيء راه ما عنده حتى علاقة مع الشوفينية. الأمازيغ ما كانش عندهم ذاك التسلط على بعضهم كثير، يعني الهوات الطبقية أو واحد مسيطر على كل شيء، فبالتالي ما كانوش عندهم ذاك المفهوم القياد باللي اللي كانوا مثلا في قبائل أخرى اللي كانت معربة. ما كانوش تيجيو تلقاو شي واحد طاغي. اذا فرنسا لدرجه انها تلفات شنو استغلت الفرصه على انه كان الكتاني عبد الحي الكتاني اللي هو الاخ ديال الكتاني اللي قتلو عبد الحفيظ، كان فرحان شويه لان فرنسا ملي جات بعدات عبد الحفيظ وعينات بلاصتو سلطان اخر، وما اعتقدوا انهم عاقبوا عبد الحفيظ، ما تيعرفوش بانه عبد الحفيظ راه تلقى واحد الحصه ديال الفلوس اللي تتسوى 14000 جنيه استرليني في ذاك الوقت هذاك، تلقاها مقابل بيت في طنجه ومقابل مجموعه الصلاحيات اخرى، بالاضافه للذهب وداك الشيء الثروات اللي كان راكم، داها خير وزائد الفلوس تما باش تخلى الفرنسا باش يخلي باش يعينوا يوسف هو على رئاسه دار المخزن. حاولوا يستغلوا السمعه اللي كانت عند الكتاني بالمنطقه ديال الاطلس، خاصه الاطلس المتوسط، وقالوا يستغلوا خوه عبد الحي الكتاني اللي كان انا ذاك تيقري في مدرسه القرويين، وكان متخصص انه تيقري ضد التعليمات ديال هذوك السلفيين، اللي لان السلفيين كانوا ساعدوا عبد الحفيظ فهو ما كانش يحملهم، ولكن طاح في مشكله هو ان عبد الحي الكتاني لم تكن عنده شعبيه، ما كانش عنده شعبيه نهائيا لا في الاطلس ولا في غيره، كان ما معروفش ما فهمتيني ما كاينش يمشي بحال الشعبيه اللي كانت عند خوه. بقى لهم حل اخر اللي هو البطل موحى وحمو الزياني، ومن هنا تجي هذا الكلام على هذا الشيء. حاولوا يشريوا موحى وحمو الزياني، وحاولوا يضموه لعندهم، وحاولوا يعطيوه الفلوس ويقولوا نسلحوك وتسيطر على القبائل كلها ونضمنوا لك حنا المستند والسلاح الى اخره، لكنه بطبيعته الشريفه المقاومه موحى وحمو الزياني رفض هذيك الاغراءات، الشيء اللي جعل فرنسا تتخوف. وبغيت نقول لكم انا واحد المقطع قبل ما ندوز، لان كتبته لانه هو مقطع مترجم من كلمه لقاها اليوطي باش يخليوه يهجم على الاطلس المتوسط وعلى منطقه زيان بالخصوص، واللي غادي نترجمها لكم. اليوطي نوفمبر في 1914، ماشي في نوفمبر، في 1914 قال اليوطي، قال هذا الخطاب هذا مترجم الى من اللغه الفرنسيه للغه العربيه هنا، ان بلاد زيان تصلح كسند لكل عصاة بالمغرب الاوسط، وان اصرار هذه المجموعه الهامه في منطقه احتلالنا وعلاقتها المستمره مع القبائل الخاضعه يكون خطرا فعليا على وجودنا، فالعصاة المتمردون والقراصنة مطمئنون لوجود ملجأ وعتاد وموارد وقرب وموارد من قربها وقريبة من خطوط محطات الجيش ومناطق الاحتلال، جعل منها تهديدا دائما لمواقعنا، فكان من الواجب أن يكون هدفنا وسياستنا هو إبعاد كل الزيانيين بالضفة اليمنى لأم الربيع. ولانه ما قدروش يشريوه، لانهم شكون صيفطوا الجنرال هنريس هي باش نكونوا تن 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 متبعين خطوه بخطوه باش ما يتلاشناش هذا الكلام هذا. اذا صيفطوا هنريس باش يتواصل مع
وحموا الزياني على اساس انه يشري الذمه ديالو، ما قدروش يشريو الذمه ديالو، لجؤوا للقوه. هنريس هذا طلع بجيش فيه 30 ألف جندي. وهذا الجيش هذا باش نعطي الارقام بالضبط، لان تنقيد داكشي باش تكون المعلومه، ما لان راه كنا غنبقاو نطلقوا فمنا للريح وما تكونش مصداقيه المعلومه، ما حناش في خير. طلع بجيش ديال 30 ألف جندي محاصر الخنيفرة. ولكن القوة ديال الجيش ديال المقاومة بيزايان كما قال عليها لو جينيرال غيوم من بعد هذا الشيء، هذا قال لك انه لا تكمن قوة الزيانيين في كثرة عددهم بقدر ما تكمن في قدرتهم على مواصلة القتال بالاعتماد على ما كانوا يتجلون به من بسالة وتماسك وانتظام، وأيضا بفضل مهارة فرسانهم البالغ عددهم 2500 رجل، فكانوا بحق قوة ضاربة عكتها سنوات طوال من الاقتتال. وهذا كان هو في خضم ذاك الحرب انذاك، ملي كان باقي ماشي جنرال، تحت السيطره ديال انذاك الكولونيل هنريس اللي من بعد غيولي جنرال. غير باش نقول لكم، هذا هنريس هذا راه الاسم ديالو هو اللي مدير له التكريم، ذاك ديال البشكيطو اللي تناكلوه حنا في هذا. انا فيما كنت نشوف هذاك هنريس تنفكر هذا الجنرال هنريس، هو ما يبخا لك بشكيطو ما دار لنا والو على اي. اذا المعركة هذه الحرب هذه في زيان بدات في خنيفرة، حيث حاصر جنرال هونريس حاصر الخنيفرة بجيش ديال 30 ألف. لا رغم ذلك كانت المقاومة ديال الزيانيين تحت القيادة ديال موحى وحمو الزياني وكذلك موحى وسعيد كانت بطولية ودارت خسائر للجيش الفرنسي. هاد المعركه، هاد الحرب هذه اللي غنقولوا بدات عبر معارك، المعركه الاولى ديالها كانت المعركه اللي تتعرف بمعركه الهري ولا المعركه الهيري، اللي كانت في نوفمبر 1914. هاد المعركه هذه تقتلوا فيها تقريبا 600 جندي فرنسي، من بعد ما جات على غفله، كان من بعد ما جات ديك الحرب وذاك ديك الحصار اللي داروا عليهم في خنيفرة، لجؤوا موحى حمو الزياني والمجموعات ديالو الى مخيم بالمنطقة هيري، وبداو تيحاولوا اعادة التنظيم ديال نفسهم تما، وتيزودوا نفسهم بالعدة والعتاد، وتنسجوا حلقة تحالفات، لانه موحى حمو الزياني اسس ما يسمى بالاتحاد الكونفدرالي الامازيغي تما، واللي كان اللي تيقولوا الاتحاد الكونفدرالي الزياني، هو اللي هو ما كانش فيه غير امازيغ المنطقه الزيان، كانوا مناطق اخرى متحالفين مع الاتحاد وواجهوا الاستعمار الفرنسي. اللي ما نزلوا هما في المخيم ديال هذا، جاء على غفله جات الجيوش الفرنسيه وقتلت البنات والدراري والشيوخ وهذا اللي كانوا تما. ورغم ذلك كانت ردة الفعل والمقاومة ديال الزيانيين بطولية وتاريخية، وألحقت خسائر كبيرة في الصفوف ديال الجيش الفرنسي، الشيء اللي استدعى على أن فرنسا تراجع، ودامت هاد المعارك ما بين فرنسا وما بين الزيانيين إلى حدود ما أنها تحلت شي باب المفاوضات مع أولاد موحى وحمو الزياني، وثلاثة منهم وافقوا، للأسف وافقوا على أنهم يديروا واحد الهدنة ليوقفوا المقاومة، الشيء اللي خلق تصدع بين الاتحاد الكونفدرالي. ومن بعد لما تقتل موحى وحمو، لما تقتل الزياني وحمو الزياني، بدا شوية الشتات، نتج عليه على أنها بقات غير مجموعة وحدة اللي لجأت للجبال من بعد الهجوم ديال الفرنسيين، واللي كانت تحت القيادة ديال موحى وسعيد، وبقات تجي كدير غير ديك الحرب ديال العصابات، تتهود تضرب مواقع عسكرية فرنسية مرة إلى حين السيطرة شبه تامة، خاصة بعد 1918 اللي دارت معاهدة ديال السلم
ولا هدنة مؤقتة على الأقل، هدنة مؤقتة ما بين فرنسا وما بين ألمانيا، تفرغت من خلالها الجيوش الألمانية الفرنسية عفوا إلى أنها تركز مع القمع ديال المقاومة في مستعمراتها بشمال إفريقيا بالجزائر وبالمغرب وبتونس. إذن هاد المقاومة اللي كانت في اللي كانت في الأطلس المتوسط، واللي كانت كانت الأبطال ديالها هما محا حمص الزياني ومحا أسعيد، والجيوش اللي كانت معاهم كلهم كانوا أبطال، إيه هما الآخرين كانوا قياديين تتعرفوا. بقات من النقط اللي علمات الفرنسيين درس قاسي، أنهم كانوا يعتقدون أن المعركة في الأطلس المتوسط تكون معركة سهلة المنوال، ولكن وضحوا لهم تماما على أنها ما غاداش تكون هكذا. إذن هاد المرحلة هذه كذلك عرفات فرنسا دارت ديك المحاولة ديال أول ظهير أو الظهير البربري التي ما يسمى بالظهير البربري الأول، لأنه الظهير البربري ديال 1930 اللي هو اللي تنعرفوه حنا كبير هذاك ما كانش هو الأول، كان الأول هو الظهير البربري الأولاني ديال 1914، واللي من خلاله بدأت تتفوت الاستعمار، بدات ياخذ الاراضي اللي كانت معروفه الاراضي العرف ديال القبائل الامازيغيه، وبدات يجرد الامازيغ من الارض ديالهم اللي كانت هي خطيره جدا، من احد اخطر الامور لهذه. رغم هذا ولولا ان التصدي ديال المقاومه ديال هذه في هذه المنطقه في الاطلس المتوسط وكذلك في الريف وكذلك في هذا، ولكن حنا هذه المره هذه تنركزوا على ديك الرقعه الجغرافيه، لكان هذوك الاراضي ديال الامازيغ استنزفت باكمالها باكمالها في ذاك الوقت هذاك، ما كانوش يحتاجوا حتى يجيو مرحله اخرى من بعد المعركه انوال ومن بعد هذا، عادي يوليو يبداو يعاودوا يديروا الكره مره اخرى ويحاولوا يديروها في 1930، واللي بمساعده المخزن والعلويين بطبيعه الحال حافظوا عليها في ذاك الوقت، ساعدوهم في ذاك الوقت وحافظوا عليها الى يومنا هذا ابتزاز واغتصاب الاراضي الامازيغيه اللي هي اراضي المغرب كلها بعد المعنى هذا. اذا الى حد هنا و تنقول لكم اتمنى ان تكون كانت دائما كانت بعض المعلومات اللي هي جيده بزاف الناس اللي راهم تعرفوها، ولكن ما فيها باس من التذكار ومن اعاده احياء التاريخ، لان تنقولها انا من يجهل تاريخه، الانسان اللي ما تيجهل التاريخ ديالو تيكون سهل التحكم فيه وسهل اللعب بدماغه، واي واحد جاهل ولا هذا يجي يعطيه جوج كلمات مزوقين يقدر يريح لي جيديه، هذا هو العباره. اذا الى حين بما اننا تنقولوا على ان الاستقلال المغرب كان استقلالا شكليا، يعني المغرب لا زالت مستعمره، فاذا الى حين تحرير الوطن المغربي وتحرير كافه الشعب المغربي وعلى راسهم المعتقلات والمعتقلين السياسيين والمختطفين هذو، اتمنىكم بالف خير وتحيه نضاليه.